دلوقتي هيبقى معانا اقوى مدرب في الوطن العربي اسما وعالميا شأنا ومكانا، هيكون معانا جورج فرح. احنا بنرحب بيك في بوسكيه سكواد. حبيبي حبيبي، ازيك يا حبيب قلبي؟ ازيك يا مصر؟ جورج، احنا عايزين، احنا عارفين ان انت شخصية بتتكلم من القلب وبتقول كل اللي انت عايزه وما عندكش تخوفات من اي حاجة. انت شايف الخطوة بتاعة المصريين من وجهة نظرك كراجل في الاندستري ده بقالك فترة كبيرة جدا، شايف الخطوة دي، هل خطوات اللي بياخدوها اسلام كورتام صح ولا متسرعة؟ ولو صح من وجهة نظرك ليه او ايه اللي يعمله عشان يعزز مواقفه اكتر ويبقى فيه نجاحات بخبرتك انت؟ خلي بالك، العالم كله بيعرف انه مصر هي ام الدنيا. علشان ايه؟ عشان احنا كنا متطورين بكل حاجة. كل العالم تعرف انه مصر بتطوروا قبل الناس كلها. فاما لما انت تسألني إيه لازم ننطر ولا شيء متسرعين، لا ده غلط. احنا بالعكس اللي بيعمله حبيبي اسلام دي حاجة جميلة ولازم كانت تنعمل من قبل كده، عارف يعني؟ مع احترامي لكل العالم، اذا لازم كان يحصل من زمان. واحنا اللي متكلم معاه دلوقتي نتكلم مع ناس ومنحاول نظبط يعني اشياء حلوة لمصر، علشان مصر عندها جينات يا راجل، بالاخص بالبادي بيلدينج بكمال الاجسام، حاجة اجرام اجرام يعني. يعني لازم الناس تشوفنا، لازم الناس تشوف هيطلع ايه من مصر، فاهم عليا؟ بس لا، انا يعني مش متسرعين ابدا، دي لازم كانت تحصل زي ما قلت لك والله. وانا مع اسلام 100%، وانا قلت له يعني اللي هو يعوزه كاخ، عارف انا هكون معاك ان شاء الله، عشان انت عارف مراتي يعني لو انا مش معاك هيصير مشكله. ايوه صح. انت بالنسبه للزوجه المصريه، هي فعلا بالنسبه لك حاسس انها سند وظهر جامد بكده؟ هي راجل 100%، انا من غيرها هضيع، عارف؟ هي يعني مراتي، هي كل حاجة. حتى نجاحي مش بس كبادي بيلدينج، لما كنت بادي بيلدينج نجاحي كمدرب عالمي هي اللي وراء، هي ورايا على طول، هي بتساعدني بتعمل لي ريسيرش، عشان هي دكتورة برضو، احنا بنفهم على بعض، عارف؟ على طول نتكلم وبقولها ممكن تعملي لي مثلا ريسيرش على حاجة، تروح عاملها على طول، عارف؟ عشان انا عشان كده تعلمت جسم الانسان، يعني الانسان بيشتغل ازاي ولازم ياكل ايه ولازم يعمل ايه. وهي اكيد يا راجل هي 100% معايا. طيب زيارتك الاخيره لمصر اللي انت كنت موجود فيها، انا شفتك عملت سيمينارز فيها كتير، عملت لقاءات. انت من وجهه نظرك جاي من الخارج لداخل لمصر، هل شفت في تطور بيحصل في مصر في لعب كمال الاجسام وفي تقدم حاصل من بعد ما جيت رجعت النازله دي اللي لمصر؟ 100%. خلي بالك انا بقالي بنزل مصر مثلا حاجه زي 18 سنه، وعارف وعلى طول منزل وبنشوف، وكانوا بس يشوفوني ايام انا انزل الاولمبيا العالم كلها ايه ده ايه ده. ما كانش فيه الحاجات اللي دلوقتي موجوده. ماشي يا حبيب قلبي. لا دلوقتي انا السنه دي والله استغربت، يعني العالم كلها عايزين يعرفوا اشياء كتيره عن الغذاء وعن الكمال الاجسام وكله. لا في تطور جميل. وانا بسال زرت جيمات، هل الجيمات حصل فيها تطور؟ 100%، كله بيتطور، كل حاجه. حتى العالم هي بقول لك كغذاء وبتاع، كانوا بالقبل مثلا تقول لهم حاجه يقولوا لك لا مش عايزين مكملات، دلوقتي كله بيقول لك لا مكملات مش مشكله. انا استعجبت، عارف يعني؟ حافظين الطريقه. بعدين لما شفت انا حبيبي اسلام بيعمل ايه مع كول سكواد، والله انتوا بتعملوا حاجه جميله، عارف يعني؟ مع احترامي لكل الناس بمصر، وانا اكيد كلهم بيشتغلوا، بس ده الراجل يعني شفته بيدي 100% للعالم كله وبيساعد العالم كله، فاهم عليا؟ العالم كمال الاجسام يعني دي الرياضه اللي كلنا احنا بنحبها، فاهم عليا؟ بقى ازاي احنا مش هنساعده؟ لازم. ماشي يا حبيبي. وهو اساس التطوير، هو كول سكواد هو اللي بيطور البادي بيلدينج هناك. هننقل بقى نقله تانية كده وهدخلك في ايه، في شويه سياسه صغيرين، مش سياسه كبيره، شويه سياسه صغيرين. نظرتك السنه دي لمستر اولمبيا والاختفاء للسوبر ستارز على الوزن المفتوح، من وجهه نظرك شايف هل لو حد كسب اولمبيا السنه دي هل تحسب ليه ان هو كسب اولمبيا وما انتزعش اللقب من حد؟ لا يا راجل، مش لازم تقول ده. خلي بالك، ايام
ايام كيفن ليفرون وراني كولمن وشان ري وكلهم دول كانوا يقولوا اولمبيا اولمبيا مش حد مش حيجي زيها وبتاع وبتاع. بعدين شفنا فيل هيت وكاي جرين ورودن وكله عارف. لا لا بس انا كان قصدي في السؤال ان بطل مستر اولمبيا زي شون رودن هو مستبعد السنه دي، فالساحه بقت مفتوحه، ما بقاش في بطل ان انت بتحاول يعني تقتنص منه. بس خلي بالك هي حاجه جميله سبحان الله، انا مش عارف ايه الحاجات كلها بتحصل ليه، بس هي حاجه جميله علشان احنا بقالنا مثلا زي انا بقالي ايام لي هاني عارف باجي كل سنه عارف ليني حيربح، بعدها عارف انه دوريان يد حيربح، بعدها جاي، بعدها في الهيت. ما دلوقتي بعد حاجة 25 سنة حلو انه الواحد يجي غير متوقع. غير متوقع مين حيربح، مش هنعرف مين ماشي. وزي ما داكسر قال امبارح بقول انه انا كل واحد هنا هيبينهم، يعني تخيل هو هيبيه كلهم، كيفن ليفرون وكل العالم اللي كانوا اللي بتتكلم عليهم في الهيت كله هو هي بيتسن بفور، فاهم عليا؟ وي ستيل هاف سوبر ستارز، في سوبر ستارز، براندون كوري ما شاء الله جاي جميل، يعني وينكلر كلهم، ستيف كوكلو، دول الناس ستيف كوكلو لو يجي منشف ده مصيبه. يعني عندك في ناس كتير في كلهم بقول لك في ناس كتير حلوه، وعلشان مش عارفين من هيجي مين اللي هيكون مستر اولمبيا السنه دي كلهم اشتغلوا من كل قلبهم، فاهم عليا؟ كلهم ادوها 100%، عشان كده هتشوفهم كلهم ما شاء الله هيكونوا ناشفين جميله، عشان كده اتس اكسايتنج، حاجه حلوه. ال 212 اتلعب دلوقتي، انت بصيت عليه، ايه رايك وتقييمك؟ والله انا كنت شوي عارف بيقولوا ايه يعني لا مش متحفظ، كنت شوي زعلان علشان والله انا كنت متوقع انه اشكناني هو اللي هيربح بينه وبينك، عشان الولد عنده جسم جميل بس مش جاي ناشف، بس كمان برضو اتبسط علشان شفت واحد عربي اسمه كمال، عارف حبيبي كمال كان تلميذي، عارف انا بحبه لكمال يعني زي اخوي، يعني انا اللي جبته وعملته من زمان هو كستار. كمال جميل، وكمال يعني لو مش هيربح حرام، لازم يربح، كان جميل. عالي عالي كله هو جمال الولد 49 years يعني 49 سنة، عشان كده بقول لك ده لازم الناس تعرف انه البرو ليج مفيش لعب، لو انت جاهز هيدوك، انت مش جاهز مش هتاخد، بس كده. فمعلوماتك السريعة بقى للأوبن كلاس، هادي شوبان ممكن يعمل حاجة؟ والله هادي شوبان انا بقول he's gonna have hard time يعني يدخل بالتوب 5، بكلمك جد، ده انا ممكن يكون غلط، بس انا يعني بصيت للراجل، الراجل جميل عارف، بس لما تحطه جنب العمالقه الكبار اللي عارف الاولمبيا، يعني انت بتتكلم دول كلهم كبار وكلهم هيكونوا جاهزين، والله هيز جونا هاف هارد تايم، انا ده اللي بشوفه. حبيبي انا بشكرك على الكلام الجميل اللي من القلب ده جورج، وقد ايه مبسوط بوجودك جوه بوس مصري، ودعمك للعرب عامة مش شرط مصر بس، لأي دولة عربية انت بتدعم لها اخوة، احنا العرب كلنا اخوة، والله عيب والله عيب لما بشوف عربي بيتكلم عربي وعالم، يعني مش لازم كده، لازم كلنا نحب بعضنا، وبالاخص لما كلنا بنقول احنا اسلام، وعنا انتوا ايه يا جماعة مالكوا، انتوا بتصلوا ليه، فاهم عليا؟ ما لازم كلنا نحب بعض، لازم كلنا نساعد بعض، مش نتكلم مع بعض ونعمل حاجات، ده شيء يعني يزعلني. كان معانا الأسطورة العربية اللبنانية جورج فرح، قد ايه كنت مبسوط باللقاء ده معاه، وجورج اتكلم من القلب. جورج لو هتبص للمصريين دلوقتي وهتقول لهم كلمة عن بوس كي سكواد جوه أمريكا تقول لهم ايه؟ والله حاجة رائعة، يعني حاجة ممتازة، وأنا فرحان، وأنا دلوقتي هقول لكم ايه يعني يعني أنا بس ناطر علشان نشوف الفيوتشر هيجيب لنا ايه، علشان كل سكواد بيشتغلوا كلهم من كل البوم، وانا ان شاء الله هكون معاهم ان شاء الله مع المصريين اكيد، عشان مراتي ما تعمليش مشكله. يلا بشكركم، شكرا جزيلا، شكرا جورج حبيبي، شكرا تشرفت بيه، شكرا.